الرئيس السيسي يطلع على الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل ويوجه بتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية. ردا على الادعاءات الإسرائيلية، رشوان يؤكد أن مصر ستواصل دورها الإيجابي في المنطقة والقيام بمسؤوليتها الداخلية والإقليمية والدولية. مع تواصل العدوان، انتشال جثامين 283 شهيدا من 3 مقابر جماعية بخان يونس، ومصر تطالب بإجراء التحقيقات وبمحاسبة مرتكبي الواقعة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفظ الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة. وخلال اتصال هاتفي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، خاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني من الأزمة الراهنة، مشيدا بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة. في هذا السياق، تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، وحذر من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، ما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مضطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل وبرفع نسبة المكون المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مضطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد
بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جهود الدولة متواصلة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، ما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، ما ينعكس أيضا على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها، أكد مدبولي على أن ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، ذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلية في عمليات التصنيع. وشدد مدبولي على توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات كتشجيع للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة. ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية، معربا عن تقديره لعلاقات التعاون المثمرة والممتدة مع المنظمة. وخلال لقاء عقده مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أكد مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المرتبطة بها. وأشار مدبولي إلى أن مصر واجهت تدفقات متزايدة من المهاجرين بلغ 9 ملايين مهاجرا حاليا وفقا للدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة. وخلال اجتماع آخر أكد مدبولي على حرص الحكومة على تعميق التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأمريكي لإمارة الفجيرة لاستعراض خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز. وخلال الاجتماع تم استعراض الاتفاق المبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروج الاستثمارات والغاز بشأن إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته. هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. تقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لكل مصري. وأشاد رئيس الوزراء بالتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهد من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء ولبناء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء. كما بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. وعبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وخلال البرقية أكد وزير الدفاع على وفاء رجال القوات المسلحة وعلى إخلاصهم للمهام والمسؤوليات لحماية الوطن وصون مقدساته. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأصدر وزير الدفاع توجيهاته لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيهاته لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقال وزير الداخلية في برقيته: إن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك، إنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقال وزير الداخلية في برقيته: إن المؤسسة العسكرية ستظل رمزا للتحدي والصمود والعطاء عن ذودا عن الأرض والعرض ومهدا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله. هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية القصة أندريا زكي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقال رئيس الطائفة في برقية، قال إن ذكرى تحرير أرض الوطن عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود. وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، مشيرا إلى أن مصر تطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة. هذا وأكد رشوان أن مصر تطالب كلا من أو كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط. ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، مضيفا أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. We'll be right back.
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، وأكدت الخارجية أن الاتصال تناول تطورات الحرب في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة والجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تبني منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، وإنما يهتم أيضا بالجوانب التنموية المرتبطة بها. كما ثمن شكري التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل. أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن. وقال المندوب الفلسطيني إن طلب الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن ضد طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لشعب فلسطين الشقيق. جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، كذلك الأوضاع في الضفة الغربية. كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والعمل على تأكيد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع. أدانت وزارة الخارجية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية. وفي بيان لها طالبت وزارة الخارجية بإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ولمحاسبة مرتكبي واقعة المقبرة الجماعية للفلسطينيين المدنيين بإحدى المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأكدت الوزارة أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل خطورة ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجير الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف في غزة قد انتشلت جثامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع. وقد ارتفع عدد الشهداء الذين عثر على جثامينهم من 3 مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي إلى 283 شهيدا حتى الآن قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و104 مصابون خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للسلطات الصحية في قطاع غزة في اليوم 99% من العدوان على غزة
أوضح ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34,151 شهيدا فضلا عن 77,084 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح رفح الفلسطينية يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية، بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر. ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس المخابرات العسكرية أهارون هاليفا قد استقال وأنه سيترك المنصب بمجرد تعيين خلف له. كان هاليفا قد قال العام الماضي أنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات التي سمحت بأحداث 7 أكتوبر الماضي. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. مشهد لم يتغير أمام معبر رفح البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. اصطفاف أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها مصر للأشقاء داخل قطاع غزة. هذا الاصطفاف يجسد معه سائق هذه الشاحنات ملحمة وطنية في الانتظار بالأيام حتى تدخل الشاحنات للتخفيف عن الأشقاء في غزة. إلا أن إجراءات المراجعة والتدقيق داخل منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي تجعلهم ينتظرون لمدة طويلة حتى يتم دخولهم للمنفذين. أنا دخلت النهاردة الساعة 8:30 بالظبط، كنت جوه في قلب كرم أبو سالم في الإسرائيلي. يعني خد آخر 5 عربيات، خد منهم 3 ورجعنا أنا وعربية تانية. قال لك إحنا كده اكتفينا. يعني على حسب مزاجه هو. المعبر مفتوح وما فيش اي حاجه خالص وامورنا كلها تمام، وبيدخل عجل ياما وشويه، والمشكله كلها عندهم هم في الاسرائيلي، في السحب في الاسرائيلي بس خالص. اليوم شهد المعبر اصطفاف اعداد كبيره من شاحنات المواد الغذائيه والادويه ومستلزمات النظافه الشخصيه التي تستعد للدخول تباعا، كما يترقب المعبر وصول القافله 7 للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لدخولها لقطاع غزه، وسط استمرار السائقين في مطالبه اسرائيل بتسهيل الاجراءات حتى تمكنهم من الدخول في أسرع وقت. هنا بيعملوا اللي عليهم، إنما صراحة الجانب الآخر هو اللي بيعطل الناس هنا. وزي ما أنت شايف كده الإقبال من مصر كتير، بس ما فيش هناك رد فعل. يعني المفروض هم يسحبوا عجل، ما فيش، هم اللي معطلين الشاحنات. كما شهد المعبر اليوم دخول 10 شاحنات تابعة لمؤسسة حياة كريمة من المواد الغذائية والملابس والدقيق والمستلزمات الطبية، والتي تأتي ضمن جهود المؤسسة في دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. محمود جميل، التلفزيون المصري. التاسعة متواصلة نتابع فيها. خلال زيارته لبغداد، أردوغان والسوداني يتفقان على إجراءات مشتركة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق.
تبادرت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود، وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في منطقة المطلة، وتم تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن الحزب أنه قد أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور العراق حاليا، وشدد الرئيسان خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود لدعم أمن الحدود، وتم التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية. بدوره عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جلسة مباحثات مع الرئيس التركي في القصر الحكومي ببغداد. تعد زيارة إردوغان للعراق هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركي منذ عام 2011. هذا ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا لإطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين. وعقب المباحثات في بغداد قال السوداني إنه تم توقيع اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية تهدف لضمان حصول العراق على حصته العادلة. على مستوى ملف المياه وقعنا اتفاقا إطاريا للتعاون بشأن المياه يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة. هذا الاتفاق سوف يستمر لمدة 10 سنوات من دخول حيز التنفيذ، وسيكون كفيلا بتحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية، وسيلمس أثره بشكل واضح أبناء شعبنا، وكذلك سيعود بالمنفعة على الجارة تركيا. من جانبه قال الرئيس التركي أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وعبر إردوغان عن اعتقاده القوي أن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن. التعاون في الأمن وفي مكافحة الإرهاب كانت إحدى أهم المسائل التي تناولناها. تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته التي تستهدف تركيا من الأراضي العراقية، تناولنا الخطوات التي يمكن أن نقوم بها بشكل مشترك حياله، كما قابلنا بامتنان إعلان تنظيم PKK تنظيما محظورا في العراق. وبإعلان تنظيما محظورا وإرهابيا فإن القضاء على وجوده في الأراضي العراقية أمر أعتقده اعتقادا عميقا، وقد ذكرت هذا لنظيري وسيد رئيس الوزراء. أكد الكريملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الجيش الروسي يحلل الوضع لاتخاذ كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمن بلاده. وكان الرئيس البولندي أندريا دودا قد أكد على استعداد بلاده وهي عضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا لأسلحة جديدة في بيلاروسيا وكالينغراد.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب على حدود الاصطدام المباشر مع القوى النووية، مشيرا إلى أن روسيا تلمس وجود مخاطر استراتيجية جسيمة تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي. وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الدول الغربية تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، هو أمر محفوف بالعواقب الكارثية على حد تعبيره. بدأ الألاف من أفراد القوات الفلبينية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين. ستركز التدريبات في الأجزاء الشمالية أو ستتركز في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان. في وقت يثير نفوذ بكين المتزايد في المنطقة، هناك مخاوف من نشوب نزاع. بدأ آلاف من القوات الفلبينية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين، وستتركز التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم باليكيتان أو تكاتف في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان. وتطالب بكين بالسيادة على كامل مساحة هذا البحر تقريبا، وتعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتطالب دولا أخرى بينها الفلبين بالسيادة على أجزاء من البحر، حيث تسير الولايات المتحدة دوريات منتظمة. وردا على تزايد النفوذ الصيني، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها مع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الفلبين، وتعد واشنطن ومانيلا حليفتان بموجب معاهدة بينهما، وقد عمقتا تعاونهما الدفاعي منذ تولي رئيس الفلبيني فرديناند ماركوس منصبه عام 2022. وعلى الرغم من أن الفلبين ضعيفة التسليح، إلا أن قربها من بحر الصين الجنوبي وتايوان سيجعلها شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في حال نشوب نزاع مع الصين. وللمرة الأولى ستتخطى تدريبات المياه الإقليمية للفلبين والتي تمتد إلى حوالي 22 كيلومتراً من سواحلها، ويشارك في المناورات التي تستمر حتى العاشر من مايو حوالي 11,000 جندي أمريكي و5,000 جندي فلبيني، إضافة إلى عسكريين أستراليين وفرنسيين. كذلك ستنشر فرنسا سفينة حربية ستشارك في مناورات مع سفن فلبينية وأمريكية، وسيشارك 14 بلدا في آسيا وأوروبا بصفة مراقب. واصل مجلس النواب استكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. تهدف مواد مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة شهدت استكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد. احنا لازم يكون موجود عندنا في القانون مادة تتيح للمجمعة ان هي ترجع على المؤمن له في حالة إن هو لا يحق له التأمين، فأنا مستحدثة أو مقترحة استحداث مادة أخرى لهذا الغرض، ولكن هذه المادة لا تفي إطلاقاً غرض الرجوع على المؤمن له في حالة التأمين الإلزامي. لما نرجع للمادة 69 هنلاقي المادة 69 بتتكلم على كيفية تسجيل الصناديق والتعديل بتاع أنظمتها من أول ما بيتقدم طلب القيد في الصندوق، ونفس هذه الفقرة موجودة في هذا المكان في المادة 69، عشان كده أنا شايفة أنه يجب حذفها من هذه المادة. وعقب الاستماع إلى عدد من أعضاء المجلس، قرر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الاكتفاء بما تمت مناقشته من مواد قانون التأمين الموحد على أن تناقش غدا باقي مواد القانون والمواد المستحدثة. وفي ختام الجلسة تمت إحالة عدد من الاتفاقيات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة.
وفي لقاء خاص أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون التأمين الموحد يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل. هو طبعا يعني قانون من القوانين مهمة جدا لأنه بيجمع شتات قوانين كثيرة. تعرف حضرتك لما بيبقى فيه كذا قانون متطبق في نفس الموضوع بيعمل لخبطة في التطبيق بالبلدي، فإحنا لما يتجمع قانون فيه مجموعة قوانين في قانون واحد ده بيعمل تحسين لجودة صناعة التأمين في مصر وبيحط قواعد للإشراف والرقابة عليها. القانون مهم جدا في غاية الأهمية لأن الحقيقة قطاع التأمين في مصر كان فيه مشاكل كثيرة، والحقيقة كان تعدد القوانين اللي بتنظم عملية التأمين أكتر من 3-4 قوانين الحقيقة كانت بتعوق العمل في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى أن قطاع التأمين بالكامل بيمثل 1% بس من الدخل القومي وده أو الناتج القومي، وده حاجة يعني متواضعة جدا. النهاردة إحنا في قانون تاريخي مع بدء جمهورية جديدة مع انعقاد دورة برلمانية أو جلسة تاريخية بالأمس في مجلس النواب الجديد. أعتقد أن القانون ده منتظره الجميع المصريين لأنه هيعمل موائمة وهيعمل تعديل للمعادلة. إحنا عايزين قصة التأمين تكون تحت مظلة للجميع، وده الغرض الأساسي والرئيسي من التشريع. تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مشروع تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة جاء تأكيدا على هذا النهج، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة. طفرة عمرانية غير مسبوقة ومعدل إنجاز مذهل تشهده ربوع الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014. منهج تنموي ناجح اتبعته الدولة في خطتها للعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق. مشروع تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة جاء تأكيدا على هذه الفكرة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 300,000 وحدة سكنية وإعادة تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة في مجتمعات حضارية عصرية. خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 2014 التهم الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية 490,000 فدان تم تحويلها إلى أراض للبناء بمعدل فقد 17,000 فدان سنويا من الأراضي الزراعية، الأمر الذي واجهته الدولة في السنوات التسع الأخيرة بقوة لمنع تآكل الرقعة الزراعية. ولم تكتفي الدولة بتطوير القديم أو حتى بناء وحدات سكنية جديدة، ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث يجري تنفيذ 24 مدينة جديدة فيما يعرف بمدن الجيل الرابع تستوعب 32 مليون نسمة، بالإضافة إلى 14 مدينة يجري تخطيطها للبدء في التنفيذ. وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة الأجيال السابقة والجيل الرابع خلال عامي 2023 و2024 نحو 1,300 مليار جنيه. تجربة الدولة في إنشاء وتنمية المدن الجديدة تعتبر واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم إن لم تكن أهمها، حيث تمتلك مصر عشرات المدن الجديدة التي تشمل مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين. ولم تكن الدولة ببعيدة خلال تنفيذ خطتها عن القطاع الخاص، حيث تشمل
شارك الجانبان في تنفيذ المشروعات القومية والتي شهدت بجهود مشتركة من الجانبين تنفيذ 17500 مشروع بتكلفة إنشائية تريليوني جنيه، حيث وفرت تلك المشروعات 5,500,000 فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة. هي إذن جهود كبيرة وإنجازات واضحة لا يمكن إنكارها حققتها الدولة في التنمية العمرانية لتوفير حياة أفضل لمواطنيها في كل ربوع الوطن. انطلق سباق الهجن بمدينة العريش للعام الثاني على التوالي بعد توقفه لعدة سنوات، إلا أنه عاد بمظاهر احتفالية تؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء. ويأتي السباق بمشاركة 600 مشارك من 17 محافظة يخوضون 26 شوطا على مدار يومين. وسط هذه الأجواء المبهجة ضمن الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، انطلق سباق الهجن بمدينة العريش للعام الثاني على التوالي بعد توقفه لعدة سنوات، إلا أنه عاد بمظاهر احتفالية تؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء. يتم إبلاغ المحافظات كلها المهتمة بهذه الرياضة للحضور إلى العريش، ولم يبقى حتى القوات المسلحة والشرطة، كل القيادات مهدت لنا الطريق لكي يخرج هذا المهرجان بالصورة اللي شايفين. أنت كل محافظات مصر 17 محافظة، عندنا 22 قبيلة من قبائل كبيرة في مصر موجودة في شرم في العريش، عندنا 600 مشارك من الهجن العربي الأصيلة تتنافس على 26 شوط في زخم كبير وحضور طيب. سباق الهجن يأتي بمشاركة 600 مشارك من 17 محافظة يخوضون 26 شوطا على مدار يومين بحضور 22 قبيلة يستعدون لخوض هذا السباق كل عام والاحتفال بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. جايين بجمالنا من الأقصر ومن أسوان ومشاركين، لأن احنا من ضمن عشاقين سباق الهجن وفي دمنا، وبنسعى الجمل ونولده عندنا وندربه للسبق، وبنيجي شرم الشيخ وبنيجي إسماعيلية وهم بيجوا عندنا الأقصر والوادي الجديد. فالتراث ده أصلا من دم البدو، يعني عاش في دمنا، احنا ما نقدرش نستغنى عنه. وإن شاء الله ربنا يتم على العريشة على خير، وسيناء إن شاء الله بإذن الله في العمار وزيادة المهرجانات. ويعد سباق الهجن فرصة لتجسيد التراث السيناوي والتسويق لمدينة العريش سياحيا. مقتنيات تراثية كلها عدت أغلبها 100 سنة، لو حضرتك شفت كده الثوب البدوي أو هو ما يميز السمة البدوية لشمال سيناء اختلافا عن كل محافظات الجمهورية هو الثوب البدوي وزينة المرأة السيناوية. زينة المرأة السيناوية دايما بتلبس البرقع والقناع والصوفية اللي هي الحزام والتوب، الزوجة لها توب والبنت العروسة لها توب. يعني البنت دايما عشان هي لسه هتتزوج، وانت عارفين ان البنت لما تتزوج لازم تتزين ولازم، فبيبقى التوب احمر بالالوان الحمراء، اما اللي بتبقى متزوجة ومخلفة ممكن يبقى باللون ازرق أو أي لون آخر. انطلاق سباق الهجن تضمن عروضا فنية شارك فيها عدد من أطفال سيناء وفلسطين لرسم البهجة على وجوه الحاضرين. بحب أن أنا أشوف الحاجات التراث زي الأتواب والأفطارات اللي هم بيعملوهم زمان، بحب أنا الحاجات اللي هي زي التراث كده. اتبسطنا قوي عشان احنا جينا عملنا فقرات واتبسطنا، وهنعمل وهنتفرج على سباق الهجن. بصراحة احنا مبسوطين قوي. انا من فلسطين، واحنا كتير بنحب التراث وبنحب ان هم كانوا بيشاركونا بكل فرحتنا وبنشكرهم على الاخر. انطلاق سباق الهجن يعد احتفالا رياضيا يعكس جمال التراث السيناوي وعودة الحياة لمدينة العريش ووضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى. محمود جميل، التلفزيون المصري. بدأت المخابز السياحية في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا لتوجيهات الدولة. تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وفي إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، تم البدء في تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الطن الدقيق بنسبة تتراوح من 30% إلى 35%، الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاض الأسعار. وصلنا من خلال التكلفة ديت باجتماعنا مع المخابز البلدية والأفرنجية بالنزول بأكثر من 40%
جميع المخبوزات البلدي والأفرنجي. فكان رغيف 80 جرام ب 2 جنيه وبعض المناطق ب 2 جنيه ونص، الحمد لله النهاردة بجنيه ونص بس. وكان رغيف تاني ب 40 جرام بيوصل لجنيه ونص وجنيه في بعض المناطق، خليناه الحمد لله بالتكلفة الجديدة 75 قرش. مع تطبيق تخفيض أسعار الخبز تستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر، مع ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح، كما يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أي مواطن بيبقى عنده مشكلة بيتواصل معنا، أنا عايز المواطن يبقى شريك معنا في الدور الرقابي، يبقى له إيجابية. أرقام تليفوناتنا موجودة على صفحة المحافظة للتواصل، ناس تتصل بينا في أي وقت، 12 بالليل، 1 بالليل، الفجر، الصبح، الظهر، إحنا متواجدين، الحملات موجودة، بنتعامل مع المشكلة ونحلها على الفور. إجراءات تتخذ تطبيقاً للتوجيهات الرئاسية والتي تعكس حرص الدولة على تخفيض الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة مع أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصناعية يينفاي كتب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة المخطط إنشاؤها بمدينة العالمين الجديدة. وخلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير الشركات والصنعة في إيطاليا أدولفو أورسو الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير من قيادات المؤسسات والمنظمات والشركات الإيطالية. وأوضح الملا أنه تم خلال المباحثات بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن الحرجة والطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الذي يخص هذا المجال. تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبط خام برنت 77 سنتا إلى 86.52 دولار للبرميل. يأتي ذلك بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام، حيث لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد وأعود لكم مرة أخرى نهى وحكمة. شكرا جزيلا لك ميرنا. يحتفل العالم في 22 من أبريل من كل عام بيوم الأرض بهدف زيادة وعي شعوب العالم بضرورة حماية البيئة. يأتي الاحتفال هذا العام تحت عنوان الكوكب مقابل البلاستيك لزيادة الوعي بأضرار التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والكوكب. نتحول إلى أخبار الرياضة وميرنا إيهاب مرة ثانية. إليك يا ميرنا. شكرا لكم حكمة وانها. والآن مشاهدينا، جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا.
نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي يتم تنظيمها في 24 من الشهر الجاري بنادي الفروسية بمدينة نصر أو مدينة مصر للألعاب الأولمبية، ذلك بمشاركة 11 دولة عربية. وتأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية. هي بطولة كبيرة جدا، بطولة عسكرية وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية، وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية. في منشآت كبيرة جدا تمت، وأنا سعيد إن إحنا جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفروسية في جمهورية مصر العربية. تأتي أهمية البطولة هذه بعد يعني فترة طويلة ما عملنا، رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين مشاركين في بطولة، أو حنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورية مصر قوية جدا، مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله، وفرسان عندهم خبرات، لذلك احنا حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرسان، ويعني حتى الفكر الرياضي بشكل عام. حقق فريق زد فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز. وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره الإسماعيلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز. وبهذا التعادل وصل الاتحاد إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة 19 في المركز 13. هذا وتعادل أيضا فريق الداخلية ومودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ذلك ضمن منافسات الأسبوع 19 من مسابقة الدوري المصري. وإلى كرة اليد، حيث فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على بلدية ميلا الجزائري بنتيجة 40-19 في أولى مواجهته بالدوري الرئيسي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة في الجزائر. ويلعب الأهلي في الدوري الرئيسي في مجموعة تضم ثلاث فرق من الجزائر، هي أولمبيك كانابا وشبيبة أمل سكيكديدا وبلدية ميلا. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش التصنيف الجديد لشهر أبريل الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 47 على التوالي، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 34 على التوالي. مشاهدينا، نهاية أخبار الرياضة، وأعود إليكم مرة أخرى حكمة ونهى. شكرا لك مرنا. يواصل عمال الإنقاذ في إقليم جوانغ دونغ في الصين إجلاء السكان العالقين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية. ويقول العلماء إن الظواهر المناخية في الصين قد أصبحت أكثر حدة ولا يمكن التنبؤ بها بسبب الاحتباس الحراري.
أمطار غزيرة وفيضانات عاصفة ضربت جنوب الصين وتسببت في إجلاء عشرات الآلاف. فقد هطلت أمطار غزيرة على مقاطعة غوانغدونغ بجنوب البلاد في الأيام الماضية، ما أدى لارتفاع منسوب الأنهار وأثار مخاوف من فيضانات لا يحدث مثلها سوى مرة واحدة في قرن من الزمن. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن قسم إدارة الكوارث المحلي أن عددا من الأشخاص فقدوا بعد الهطول المتواصل للأمطار في أنحاء مختلفة من غوانغدونغ. وأشارت وكالة أنباء الصين إلى أنه تم إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم إلى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفا من مدينة تشينغوان الواقعة على ضفتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الظروف المناخية السيئة وحصول عواصف رعدية ورياح عاتية في المياه الساحلية لغوانغدونغ، بما قد يؤثر على مدن كبرى مثل هونغ كونغ وشينزن على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وجويتشو وكوانغشي تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير. وتعد غوانغدونغ من المقاطعات الحيوية للصناعة في الصين، وهي من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، ويعيش فيها 127 مليون شخص تقريبا. والظواهر المناخية القصوى سائدة في الصين، لكنها اشتدت في الأعوام الأخيرة في البلد الذي شهد فيضانات غزيرة وموجات جفاف حاد ودرجات حرارة قياسية. ومن أخبار الطقس في الصين إلى جمهورية مصر العربية وهذه الوقفة. إلى ميرنا والتفاصيل، تفضل. شكرا لكم نهى وحكمة. والآن مشاهدينا، هذه وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 37-25، مطروح 38-24، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 38-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 24، العريش 30-18، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-25، والغردقة 36-26. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 26، أسوان 42-26، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 34-24، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل ويوجه بتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية. رداً على الإدعاءات الإسرائيلية، رشوان يؤكد أن مصر ستواصل دورها الإيجابي في المنطقة والقيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. مع تواصل العدوان انتشال جثامين 283 شهيداً من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس، ومصر تطالب بإجراء التحقيقات ومحاسبة مرتكبي الواقعة. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. ويوسف الحسيني، ازيك يا حكمة؟ ازيك يا نهى؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اهلا بيك يا يوسف. الحمد لله، الحمد لله يا رب كله خير. ولعل برضو نقعد نتمنى انه العدوان والكارثة اللي بتحصل في فلسطين دي بقى تهدى، ونقدر نوصل لاي شكل من اشكال التهدئة المبدئية لحين الايقاف الكامل لهذه الحرب. قولوا يا رب. يا رب ان شاء الله. يا رب اشكرك جدا ان شاء الله يا يوسف. يا رب خليك يا رب، وشكرا ليك يا نهى. واستاذنكم نبدا فقراتنا.